السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. معكم مطبخ أم منصف. اليوم غادي نشارك معكم واحد الخبز كيجيني زوين بزاف، وكنديرو في البرد. كنديرو في هاد الطريقة، كنديرها في البرد وكنديرها في رمضان، وكيجي هاد الخبز زوين بزاف. دابا غادي نعطيكم واحد الطريقة ديروا الدقيق اللي بغيتو، القدر اللي بغيتو، بلا ما تعبروا. انا هنايا درت دقيق القمح ودرت الفينو. الفينو ما كتكثروش، على تتغلبوا الفينو، داك الفينو على الفورص. الا درتو جوج زلايف ديال الفينو، كديروا نص زلافه ولا زلافه ديال الدقيق ديال الفينو ديال الفورص. وعندنا هنايا جوج معالق ديال الخميره الفوريه، وعندنا معلقه كبيره ونص ديال السكر، وعندنا هاد العشبه هادي هي، هادي مخلطه، هادي فيها الزعتر وفيها الزعتر وفيها الحبق، فيها كاع الاعشاب، الاعشاب المنسمه كلها ديروها، الاعشاب المنسمه هي اللي ديرو. وهنايا عندي الملحه، وهنايا عندي درت نص كاس ديال زيت العنبه، نص ديال الكاس، والمدافي الكافي للعجينه. وكنديروا بحال ما هكايا، كنخليو تفاعل لينا هاد الخميره هنايا، كتفاعل لينا بحال ما هكايا، كتخوضوها وكتخليوها واحد جوج غير دقيقه ونص، غير على ما تفاعل لكم هاد الخميره صافي. وكتبداو العجينه، هانتوما شوفوا دابا البقعه كيفاش طلعت ديال الخميره وديال الاعشاب اللي درت. دابا غادي نبداو على بركه الله. هانتوما يا بحال ما هكا كتعود عندكم ديك الخميره والاعشاب كيطلقوا مع بعضياتهم بحال هك، والاعشاب راها زوينه ديما. العجينه بحال ما هكا هي كدلكوها مزيان هكا، كدلكوها هانتوما. هاد الخبز راه كيجي زوين بزاف. ودابا البنات صافي، الماء اللي وريت لكم ها اللي بقى ليا منه، بقى ليا نص كاس ديال العنبه اللي بقى ليا فيه صافي. هذا الكاس دخلت هاد الماء كامل. العجينه كتعود بحال ما هكا، ما تتكونش تلصق بحال ما هكا باش تجيكم زوينه. دابا غادي نغطيها بالميكا وغادي نخليها تخمر. ودابا بعد ما خمرات هانتوما شوفوا، خليتها في القصريه تيضعف الحجم ديالها. تنشدوها كنديروا لها بحال ما هكا هكا، النص كنغطيه وكنخليه، ما كنحيدوش ليه لاريا ديالو، كنخليوه بحال ما هكا، والنص كنخدموه بحال ما هكا نتوما. كنحيدو هاد الميكا وكنديروها على النص الاخر، وهاد النص دابا غادي نخدم به، كنقسموه على أربعة. كنديرو شويه ديال التزميده اولا الدقيق، المهم داكشي اللي بغيتو اللي ارتحيتو فيه كديروه. بغيتو ديرو الدقيق هو الاول، ديرو الدقيق قرصو به. كيجي زوين بزاف وكيجي اقتصادي، وما تيبقاش يخسر الخبز، تيتكل. والاعشاب راه كتجي مع كلشي، ماشي ما كتجيش مع الماكله، راه كتجي مع اي حاجه، راه واخا ديروا غير اتاي راه كتجي كيجي معاه. والزيت كنخليه شويه غليظ بحال ما هكا، تيجيو الخبيزات خفيفين هكا. هذا هو الحجم ديالها هكا،
وكندير هذا القطع كبير شويه، الا بغيتو ديروا القطع داك الصغير وديروا الكبير، ديروا داكشي اللي بغيتو، راه كيجي زوين. الخبيزات الحجم اللي بغيتو ديروه كتقطعوه، هادو راه موجودين في الاسواق، راهم تيكونوا ثلاثة واحد في واحد. وهذا العجينه كنحيدوها، كنديروا ليها بحال هكا، كنجمعوها وكنخليوها حتى على الاخر، كان تنعجبو نقادو ليها هكا هي دوك الحاشيات ديالهم، وكنهزوهم وكنديروهم هكا. هانتوما واحد الطاوة، دائما كديروا الطاوة بحال هكا، ولا ما كايناش الطاوه تديروا واحد الزيف وكديروا عليه الدقيق باش ما ييبس ما يلصقش ليكم. انا مع تندير في فوق هاد الكارطه ديال الفران، معليش واخا تيلصق راه ملي كيبدا يطيب راه كيبدا يتقلع راسها، ما كيلصقش ما كنلقاش المشكل. ها نتوما بحال ما كنت نتبع ثاني، يلا هنايا انا درت الدقيق، ها هو عقب درت الدقيق، ها نتوما باش نوري لكم بالدقيق وبلا وبالسميده. كتجيبوا من الوسط هنايا باش ما تبقاش لكم العجينه دايره غليظه من الوسط ورقيقه من كتقادوا. ها انتم بحال ما هكا، هادي غندير لها قطع صغير باش وهذا هاد القطع ها نتوما، هذا الحجم الصغير هذا غادي نديرها هنايا، وباش ما نضيعش العجينه النيت ها نتوما غنوري لكم الفرق اللي كاين ما بين هادي وهادي، راه ماشي مختلف بزاف بزاف، وكيجيو زوينين وكيجيو هانتوما. ودابا غنوري لكم الحجم الصغير، هذا القالب داك الصغير هانتوما بحال ما هكا، راه ما مختلفش بزاف ولكن تاهما كيجيو زوينين. الا بغيتو تعمروهم بحال كا ساندويتشات راه كيجيو زوينين. هانتوما ودابا الا بغيتو ديروه طويل كديروا ليه بحال ما هكا، هانتوما ما كتبركوش على العجينه كتمشي عي بحال ما هكا صافي، كتجيو حتى لهنايا كديروا ليها بحال ما هكا بحال هكا.
بحال هكا صافي. دابا من بعد غادي نوري لكم كيفاش. ودابا هذه العجينه النصف الثاني اللي درت قطعتها على جوج، غادي نمشي دابا بحال ما هكايا حتى نكمل وغادي نتلاقاو وغادي. ودابا بعد ما كملتهم في الدكراس وخليتهم يرتاحوا شويه غادي ندير ليهم الماء. كندير غير الماء صافي، ما كندير حتى شي حاجه، غير الماء بارد صافي هكا، بارد دافي بحال 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 ما هكا صافي. وتنا انتما هكا بحال هكا تندير دابا السميده هكا وداكشي باش ما بغيتو تزينو كتزينو، راه ماشي غير هادو. غندير ليهم هاد السانوج، هاد حبه البركه تيقولوا ليها هانتوما بحال ما هكا. كديروا زنجلان، كديروا داك القشقاش داك ديال سميتو تيكونوا مخلطين، راه كاينين تبارك الله الاسواق فيهم انواع هانتوما بحال ما هكا. وداكشي اللي موجود عندكم ديروه، واخا ديروا غير الدقيق راه ماشي مشكل. دابا بحال ما هكا، وكنشد واحد الموس يكون بحال ما هاد الشكل هادو، تديروا ليهم هوك وهوك انتم بحال ما هكا كتجرو، ماشي كتفورسيو، غير كتحطو هكا الموس راه كيمشي راسو في العجينه باش ما تخسرش لكم الفورمه ديال الدكراس هكا. ودابا غتبعوا معايا حتى الاخر باش تشوفوني كيفاش غادي نحتفظ بهم وما كيخسروش ليا، واخا يبقاو عندي سيمانه. وبالنسبه للخدمه وبالنسبه للوقت اللي ما تيكونش عند الناس كيفاش يديروا لهاد الخبيزات، راه مسهلين التحضير. ودابا انا غادي نمشي بحال ما هكا حتى نكمل وغادي نتلاقاو. ودابا بعد ما خمر لينا الخبز تنشوفو كيضعف الحجم ديالو، دابا غادي ندخلو للفران ساخن على 200 درجه، درتو على 200 درجه وغادي نديرو حتى يطيب. راكم كلكم عارفين الطياب ديال الخبز كيفاش، وبعد ما غادي نكملو بالطياب غادي نوري ليكم كيفاش وشحال جاو ونوري ليكم كيفاش تحتفظو به. ودابا بعد ما كملت الطياب ديال الخبيزات ديالنا، بعد ما ساليتهم، هذا المقدار اللي درت ديال العجينه ديال الدقيق راه عطاني 30 خبزه، اللي عطاني 30 خبيزه. درت لكم الحجم الصغير ودرت لكم الحجم الكبير، ها انتوما الحجم الكبير ها هو، وهذا الحجم الصغير ها انتوما. كيجي بحال ديال المخبزات تيجي هاد الخبز. ودابا غادي نوري لكم كيفاش تيجي من الداخل ها انتوما. هانتوما كيفاش تيجي، وتيجي فيه داك تيبان فيه داك الزعتر ودوك الاعشاب اللي درت، راه كيجيو زوينين فيه. العجينه ديالته كلها فيها هذيك داك الاعشاب ديالهم. وهذا درت ليهم قرصتهم بالبلبوله، بداك البلبوله ديال الشعير هانتوما. يا غادي نوري لكم حتى هو كيفاش جا من الداخل هانتوما، راه كيجي زوين بزاف. ها هانتوما راه بحال الخبز ديال المحلات. هذا راه كنديرو ديال الخدمه، بحال واحد ملي تيكون خدام راه ماشي تجي من الخدمه وتتبدا طيبي وتبدا تعجني كل نهار. هاد الخبيزات تنديرهم في فريزر تنحتفظ بهم، بعد تنكون هكايا ما خداماش تنجبدهم، تنجي من الخدمه للعيا وداكشي ما غاديش تقدري تبداي تعجني وتبداي كل نهار. ودابا غنوري لكم كيفاش تنحتفظ بهم انايا ف
ف تن نديرو بحال هاد بحال هاد الميكات هادو صالحين هادو ديال سميتو. كديرو ربعة بحال ما هكا، كتهزو ربعة ديال الخبيزات هادو مقرصاهم بالاعشاب بالزعتر وبالزنجلان، دايره الزنجلان داكشي راه الذوق تيبقى على الذوق اللي موجود عندك في الدار، داكشي اللي كاين كديروه. ها نتوما بحال ما هكا كتديروهم، بلاتي غادي نوري لكم ثاني كيفاش تندير الخرينات. كندير في الميكا 4 4 وبعد تنبغيهم راه كنجبد داكشي اللي بغيت، راه ماشي راه كتجبدو واخا تبغيو غير وحده كتجبدوها، راه ماشي خصكم الا بغيتو جوج ميكات كتجبدوهم، الا بغيتو ثلاثه، الا بغيتو المهم داكشي اللي بغيتو كتجبدوه كيكون بحال ما هكا. ها نتوما هادي انت غادي ندير خمسه، ها نتوما داكشي اللي بغيتو ديروه كديروه، هم اللي كتبغيو تجبدو راه كتجبدو، الميكار ما كتسدوهاش مزيان الميكات، راه كديرو بحال هكا دابا كتحيدو داك النفس ديال سميتو ديال الميكا، كديرو ليه بحال ما هكا. الا تقاد لكم هذاك السلك ديال الميكا كديرو ليه بحال ما هكا وكتخليوه كمرخوف. ها نتوما ها نتوما بحال ما هكايا صافي، بعدا ديرو كتحيدو كتجبدو غير الميكا وكت ديرو. وها نتوما شوفوا هادو، هادو الا بغيتو ديروهم طوال كديروهم، ها نتوما راه كيجيو زوينين بحال ديال برا. ها نتوما غنحل وحده وغتشوفوا كيفاش تيجي من الداخل. ها نتوما ها نتوما شفتوا كترجع الكميره بحال الخبز كيرجع بحال كي كان، ماشي مدقص ماشي شي حاجه، والوصفه راها مضبوطه مزيانه، وتحترموا الوصفه وديروه. ودابا انا غادي وهذا تيدار هكايا، كندير دابا بحال ما هكا كنجمعو كامل، كنخلي غير داكشي اللي غادي نبغي انايا اللي نقضي به اليوم، وغدا نجبد بعد مع الصباح كتجبدوا الميكا داكشي اللي بغيتو كتجبدوه في ساعه، راه في ساعه تيحيد منه الثلج تيعود بحال يلاه عجنتوه، وتيبقى ما تيتفرتت ما حتى شي حاجه. وتنتمنى يعجبكم هذا الفيديو، واللي عجب اللي عجبها هذا الفيديو ديالي ديال اليوم ديال الخبز ديال الاعشاب، ما تبخلوش عليا بجيم وديروا جيم، وشجعوا بغيتكم تشجعوني باش نعطيكم احسن نعطيكم اكثر، ويتشجع القناه ويكبر ان شاء الله، وتشوفوه وتتابعوني باش غادي نعطيكم كلهم من هو جديد عندي. وصافي ولا عجبكم هذا الفيديو ما تبخلوش عليا بجيم، ديروا جيم وبارطاجيو مع الاصدقاء والاحباب ديالكم، وبركوا على الجرس اللي ما مشارك معاياش يبرك على الجرس باش يوصلوا كاع من هو جديد عندي ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.